شعرك عامل لك مشكلة ومخلي شكلك مش ظريف قدام جوزك وأصحابك؟ عندك مشكلة إن شعرك مجعد أو جاف ومش عارفة تعملي إيه؟ عندك مشكلة في تغيير لون شعرك؟ مع العرض الجديد انسي كل مشاكل شعرك لأول مرة، حنة الشعر الطبيعية 3 في 1، والمستخلصة من النباتات الطبيعية، والمستخلصة من نبات اللوزينيا إنرمس، والموجود في راجستان بالهند. جربي هذه الحنة لتمنحك فردا طبيعيا ولونا متناسقا وغنيا. ومن فوائد الحنة إنك مش هتحتاجي لأي إضافات، حيث تقلل من تلف الشعر وتجعل شعرك أملس كالحرير. والحنة تقلل من أي ضرر على الشعر لأنها من شجرة خاصة في جبال الهند، ولذلك تقوم الحنة بتقليل تلف الشعر وتجعل الشعر قوي وصحي وتجعلك دائما في سعادة أمام زوجك وأصدقائك. وتستخدم الحنة ككريم لين جدا، ولذلك يمكن أن تقومي بوضع ودهان الشعر بها، وبعدها ستشعرين بالفرق. وهناك 4 أنواع مختلفة من الحنة من حيث اللون، وذلك لصناعتها من المواد الطبيعية التي ليس لها صفات الحساسية للشعر ولا تحتوي على الأمونيا الضارة، وتستعمل في أي سن وتستمر لمدة 6 أشهر على الأقل. وكذلك مادة البارسيسيه، المادة النباتية الطبيعية والمستخرجة من نباتات طبية، تعطي الشعر الحيوية واللمعان والشكل الجذاب. أما المادة الخاصة بالفرد فهي نبات طبيعي من مادة المالفيسيه، والذي يتم استخراجه من جذور نبات الاستند الياباني الأورجانيك ليغلف الشعر ويحافظ عليها ويعطيها طابع الفرد، عكس الكرياتين الذي يعمل على تآكل طبقات الشعر. ومع كل عبوة احصلي على زوج من القفازات، إرشادات الاستعمال وألوانها المتوفرة: الأحمر، البني، الأسود، البني المسود. حنة الشعر 3 في 1، لون وفرد وصبغة. لسه في هديتين مع الحنة الهندية. أول هدية ماسك للبشرة للأماكن الحساسة من المواد الطبيعية من مادة السيليكات المهدرجة وبعض النباتات الصحراوية والمطحونة بالمناطق العقيمة بشركات الأدوية الأوروبية، والتي تساعد على إعادة بناء خلايا البشرة لتظهر لك بشرة صحية المظهر، حيث أنه ضد أضرار الشمس والتجاعيد لتستعيدي نعومة ولمعان خلايا البشرة. والهدية الثانية الطمي المغربي، صنع خصيصا من الطمي من مادة البيزماس سبسيليكات من الولايات المتحدة، والتي لها خاصية تفتيح لون البشرة وإزالة الكلف والهالات السوداء وسواد الإبط والفخذين، وذلك باستخدامه مرتين أسبوعيا بوضع 1 ملعقة منه على كوب من الزبادي ويقلب جيدا، ثم توضع طبقة خفيفة على البشرة. كل ده لك يا سيدتي. الحنة الهندية 3 في 1، حنة وفرد للشعر وصبغة بالألوان. ومع كل عبوة من الحنة احصلي على الهديتين المجانيتين: الأولى ماسك للبشرة، والثانية عبوة من الطمي المغربي. كل ده بسعر ولا في الأحلام 149 جنيه زائد مصاريف الشحن، والسعر من خارج مصر 60 دولار. اتصل الآن لتحصلي على عرض الحنة الهندية: 012-85-90-60-64، 010-65-10-40-80، أو 011-40-8-80-90-5.